النهاردة هنتكلم عن الدرس التاني في التاريخ. الدرس التاني بيتكلم عن أهم إنجازات الخلفاء الراشدين. مين الخلفاء الراشدين؟ يعني هما مين؟ هنعرف دلوقتي سوا. الخلفاء الراشدين خلفاء عشان هما تولوا الحكم خلفا للرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، فتسموا خلفاء راشدين لأنهم كانوا من الصحابة المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليه ظهرت الخلفاء الراشدين، او ليه ظهر عصر الخلفاء الراشدين؟ ظهر عصر الخلفاء الراشدين لان كان لازم حد يتولى اداره امور الدوله الاسلاميه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام اقام اول دوله عربيه اسلاميه في شبه الجزيره العربيه. بوفاته كان لازم حد يكون خلفا ليه او يخلفه في اداره شؤون الدوله دي. الخلفاء الراشدين كانوا 4 من الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أول خليفة تولى حكم كان الخليفة أبو بكر الصديق، بعد وفاته تولى الخليفة عمر بن الخطاب، بعد وفاته تولى الخليفة عثمان بن عفان، بعد وفاته تولى الخليفة علي بن أبي طالب. فيبقى أول الخلفاء الراشدين هو أبو بكر الصديق، ثاني الخلفاء الراشدين هو عمر بن الخطاب، ثالث الخلفاء الراشدين هو عثمان بن عفان، رابع الخلفاء الراشدين هو علي بن أبي طالب. لما يجي يقول لي ما المقصود بالخلافة، هقول له الخلافة هي نظام إسلامي ظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ظهرش والرسول عايش، ظهر بعد وفاته. يبقى الخلافة هي نظام إسلامي ظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لما الرسول عليه الصلاة والسلام توفى سنة 11 هجريا، كان معين خليفة ليه؟ كان محدد يعني مين الشخص اللي هيتولى الخلافة بعده؟ لا، ما كانش معين خليفة ليه، كان المسلمين مش عارفين يختاروا، او ما فيش شخص بعينه هو ده اللي هيكون خلف للرسول عليه الصلاة والسلام. طب ايه النتائج المترتبة على توفي الرسول دون ان يعين خليفة؟ المسلمين اختاروا او اجتمعوا على اختيارهم في ان يكون ابو بكر الصديق هو خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما نيجي نتكلم عن الخليفة أبو بكر الصديق، لازم نعرف إيه هي الأسباب اللي خلت المسلمين يختاروا أبو بكر الخليفة. ليه مش حد تاني؟ ليه مثلا مش حد قريب للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه صديقه؟ ليه صاحبه؟ أول حاجة أو أول سبب كان المسلمين بناء عليه اختاروا أبو بكر الصديق، إن هو كان أول من أسلم من الرجال. احنا عارفين ان ابو بكر الصديق بمجرد ما النبي عليه الصلاه والسلام عرض عليه او حكى له اللي حصل له في غار حراء، وحكى له ان هو النبي اللي ربنا بعته علشان يهدي الارض ويهدي الناس والكلام ده كله، سيدنا ابو بكر الصديق صدقه على طول وامن، وكان اول من اسلم من الرجال. السبب الثاني ان ابو بكر الصديق رافق الرسول في الهجره. احنا قلنا النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج من مكه للمدينه خرج او هاجر بصحبه ابو بكر الصديق. ثالث سبب ان لما اشتد المرض على النبي عليه الصلاة والسلام انابه الرسول في الصلاة. يعني ايه انابه؟ يعني خلاه النائب بتاعه يؤم المسلمين في الصلاة. يبقى لما يجيلي في الامتحان ويقول لي بما تفسر اختيار المسلمين ابو بكر الصديق خليفة للرسول، هقول 1 لانه اول من اسلم من الرجال، 2 رافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، 3 انابه الرسول في الصلاة بالمسلمين عندما اشتد عليه المرض. هي دي 3 اسباب اللي اختاروا المسلمين عشان. طيب ايه هي اهم انجازات ابو بكر الصديق بقى كخليفة من بعد توليه الحكم؟ ابو بكر الصديق ليه اعمال اهمها اللي احنا هنتكلم عنهم في الدرس. اول حاجة ان هو ارسل جيش اسامة الى بلاد الشام. دي كانت خطوة كانت الناس مستغرباها شوية، ان انت تبعت جيش بقيادة شاب صغير اسامة بن زيد الى بلاد الشام. هنعرف دلوقتي ايه اسبابها. القضاء على المرتدين، هنعرف يعني ايه مرتدين وابو بكر نجح في القضاء عليهم ازاي. جمع القرآن الكريم وفتح العراق والشام. دي اهم انجازات ابو بكر، وهنتكلم عن حاجة حاجة فيهم. اول عمل او اول انجاز لابو بكر الصديق ارسال جيش اسامة بن زيد الى بلاد الشام. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل وفاته اعد جيش او اعد حملة بقيادة أسامة بن زيد. أسامة كان وقتها شاب صغير، ما كانش سنه كبير يعني. النبي عليه الصلاة والسلام أعد الحملة دي وجهزها وخلى القائد بتاعها أسامة بغرض إن هو يرسلها إلى بلاد الشام، بغرض إن هو يرسلها إلى بلاد الشام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام توفى قبل ما تطلع الحملة دي، فكان أبو بكر الصديق أول حاجة عملها
ارسل جيش اسامه لبلاد الشام. طبعا في الوقت ده ابو بكر سمع الكلام من ناحيه ان هو مش وقته، احنا لسه بنظبط امور الخلافه، احنا لسه بنظبط امور الدوله، طب ناجل الحمله دي شويه. ولكن ابو بكر اصر ان هو يرسل الحمله دي تنفيذا لرغبه الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب هو ابو بكر بعت الحمله دي ليه؟ لان الحمله دي كانت هتامن حدود الدوله الاسلاميه من جهه الروم. الحملة طلعت بقيادة أسامة بن زيد ونجحت في تحقيق هدفها ورجعت منتصرة، وبالتالي ترتب على ذهاب الحملة للشام تأمين حدود الدولة الإسلامية من جهة الروم. الإنجاز التاني أو العمل التاني اللي قام به أبو بكر الصديق وهو خليفة المسلمين القضاء على المرتدين. يعني إيه مرتدين؟ وقضت يعني وأبو بكر قضى عليهم ليه؟ المرتدين الناس اللي ارتدت عن الإسلام ورفضت او امتنعت عن دفع الزكاة. المرتدين قبائل عربية ارتدت بعد الاسلام عن الاسلام بعد وفاة النبي وامتنعت عن دفع الزكاة. طبعا كلنا عارفين ان الزكاة ركن من اركان الاسلام، ما ينفعش اي مسلم في الدنيا يقول انا مسلم بس انا مش هدفع الزكاة، لا والله ما تاخدوش مني فلوس انا مش هدفع زكاة، ما ينفعش، دي ركن من اركان الاسلام الخمس. ففي الوقت ده في قبائل عربية امتنعت عن دفع الزكاة، قالوا احنا مش هندفع فلوس. في قبائل تانية ارتدت عن الإسلام أصلا بمجرد ما النبي توفى، ارتدوا عن الإسلام، قالوا احنا خلاص احنا هنطلع من دين الإسلام، احنا هنرجع لدين أبائنا تاني. دول كانوا عاملين مشكلة في الدولة الإسلامية، ولو كان الموضوع اتساب كده بدون ما يتحط له حد أو يكون فيه أي رد فعل كان هيبقى فيه مشكلة، لأن ده كان هيشجع ناس تانية إن هم يرتدوا زيهم. ظهرت لي حاجة تانية أو ظهر ناس تانيين متنبئين. يعني ايه متنبئين؟ يعني ادعوا النبوة بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام مات، جم هم قالوا على نفسهم ان هم، يعني يجي شخص يقول لك انا النبي الجديد، الرسول عليه الصلاة والسلام مات فانا بقى النبي الجديد اللي ربنا بعته للناس. طبعا كل الكلام ده غلط، احنا عارفين ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو اخر الانبياء. ففي الفترة دي او في فترة خلافة ابو بكر ظهر المرتدين، ظهر المتنبئين، ظهرت في مشاكل كده. كان لازم من الخليفة أبو بكر الصديق إن هو ياخد خطوة أو ياخد رد فعل قوي يمنع ناس تانية إن هي تعمل زيهم. طيب هو أصلا إيه اللي خلى الناس دي ترتد عن الإسلام؟ أو إيه اللي خلاهم يرفضوا دفع الزكاة؟ أو إيه اللي خلاهم يستجيبوا للمتنبئين؟ إيه اللي خلى كل ده يحصل؟ أول حاجة بسبب بعد القبائل دي عن المدينة المنورة. احنا عارفين ان كانت مركز الدولة الاسلامية كان المدينة المنورة. القبائل العربية اللي ارتدت عن الاسلام دي كانت بعيدة عن المدينة المنورة فاستغلت الفرصة دي. القبائل اللي ارتدت عن الاسلام او اللي تبعت المتنبئين كانت قبائل حديثة العهد بالاسلام، لسه داخلين الاسلام جديد، فما كانش لسه ترسخ جواهم الاسلام، ما كانوش لسه قواعده ثبتت جواهم. البعض بص للمرتدين او لحركة الارتداد ان انا كويس انا مش هدفع فلوس، رفضت القبائل دفع الزكاة، واحنا قلنا ما ينفعش ان الزكاة ركن من اركان الاسلام. المرتدين ظهرت لما استجاب بعض القبائل للمتنبئين. كان في ناس مش مصدقة ان الرسول عليه الصلاة والسلام مات، فلما ظهر حد تاني وقال ده انا النبي الجديد، ده انا الرسول اللي ربنا بعتني، ناس كتير اتبعته. يبقى لما اجي اقول في الامتحان بما تفسر ظهور حركة المرتدين، ايه اللي خلى المرتدين يظهروا او يبقوا موجودين؟ اول حاجة بعد القبائل عن المدينة المنورة. القبائل دي او هذه القبائل كانت حديثة العهد بالاسلام، استجابوا للمتنبئين، رفض بعض القبائل دفع الزكاة. هي دي الاربع اسباب اللي خلت ظهرت عندي حاجة اسمها المرتدين. طيب ابو بكر حارب المرتدين، ابو بكر اعد جيش وحارب المرتدين ونجح في القضاء على المرتدين وعاد وحدة المسلمين مرة تانية. ولكن للأسف في حروب الردة او في حرب المرتدين استشهد عدد كبير جدا من حافظة القرآن الكريم. يبقى لما اجي في الامتحان واقول ما النتائج المترتبة على حروب الردة، انا كان عندي حروب اسمها الردة، طب ايه النتائج المترتبة عليها؟ واحد القضاء على المرتدين، اتنين عادت وحدة المسلمين مرة اخرى، اتنين انا اسفة تلاتة استشهاد عدد كبير من حافظة القرآن الكريم. استشهاد عدد كبير من حافظة القرآن الكريم كانت مشكلة. ليه؟ لان احنا في الوقت ده كانت الناس حافظة القرآن سماعي. انا حافظ القرآن فبقعد احفظ ناس تانيين، فالناس حافظة القرآن سماعي.
الحافظة بتوع القرآن استشهد منهم عدد كبير جدا في حروب الردة، فده كان انذار او كانت حاجة كده بتقول يا جماعة خلي بالكم كده القرآن ممكن يضيع، ممكن الناس تنساه، ممكن ميبقاش في حد حافظه. وده كان العمل الثالث اللي عمله ابو بكر اللي هو جمع القرآن الكريم. بعد استشهاد الحافظة في حروب الردة بدأ ابو بكر الصديق يفكر في تجميع القرآن الكريم. طب مين اللي اشار عليه بجمع القرآن الكريم؟ سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اشار على ابو بكر الصديق بجمع القرآن في مصحف واحد. طب هو مين كان قبل جمع القرآن؟ كان القرآن موجود فين؟ كان مكتوب على قطع الجلد والجريد النخل، ما كانش عندي مصحف واحد، يعني ممكن الاقي ايه كام قطعة جلد كده عليهم صورة، كام واحدة جريد كده عليهم صورة تانية، كانوا متفرقين ما كانوش مجموعين في مصحف واحد. يبقى اللي اشار على ابو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم كان الخليفة عمر ابن الخطاب، اشار بجمع القرآن في مصحف واحد. رابع انجاز عمله الخليفة ابو بكر الصديق فتح العراق والشام. فتح العراق والشام، فتح دولة معينة او فتح العراق او فتح الشام، يعني انا بوجه لها حملة عسكرية او انا بوجه لها جيش وبقدر ان انا اسيطر عليها وتصبح تحت الحكم الاسلامي. طيب ايه اللي خلى ابو بكر الصديق يفكر في فتح العراق والشام؟ ايه اللي خلاه يعمل حملات للعراق والشام؟ لانه كان عايز يعلي كلمة الاسلام خارج شبه الجزيرة العربية. لا احنا مش هنفضل بس شبه الجزيرة العربية هي اللي تقع او داخل الدولة الاسلامية، لا احنا عايزين البلاد الاخرى كمان تكون تبع الدولة الإسلامية. فأبو بكر فكر في أنه هو يوجه حملات للعراق والشام علشان يقدروا يدخلوا الإسلام فيها أو تكون تابعة للحكم الإسلامي. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده كانت العراق تحت حكم الفرس والشام تحت حكم الروم، فوجه لهم الاتنين أبو بكر الصديق وجه لهم حملات ونجحت الحملات دي في تنفيذ غرضها. ولكن للأسف أبو بكر الصديق فترة خلافته ما كانتش فترة كبيرة، لأن هو توفي سنة 13 هجريا، هو تولى الحكم سنة 11 هجريا بعد وفاة الرسول وتوفي سنة 13 هجريا. هيخلف أبو بكر الصديق أو هيجي بعد سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هو ثاني الخلفاء الراشدين. في جملة كده بتتقال عن عمر بن الخطاب ان كان اسلامه فتحا وهجرته نصرا وامارته رحمة. عمر بن الخطاب كان اسلامه فتحا وهجرته نصرا وامارته رحمة. عمر بن الخطاب لما جه اسلم كان فتح للمسلمين كبير جدا، لان كان معروف عن عمر بن الخطاب قوته، فكانت المشركين كانوا بيخافوا ان هم يحتكوا بيه او يؤذوه او يشتدوا على المسلمين خوفا منه. هجرته كانت نصرا، لان هو لما جه هاجر هو ما هاجرش في السر، بالعكس ده وقف كده قدام اهل قريش كلهم وقال لهم انا مهاجر، انا خلاص انا مهاجر رايح المدينة، مهاجر مع المسلمين. اللي عايز ان ولاده يبقوا ايتام يجي ورايا، يعني انا والله انا مهاجر وفي العلن هو مش في السر كله تمام، انا مهاجر انا رايح هناك، اللي مش خايف على ولاده يعترضني او يتعرض لي بالاذى. كانت امارته رحمة، لان كان الفترة اللي تولى فيها عمر بن الخطاب حكم الدولة الاسلامية كان ليه مواقف انسانية كتير جدا جدا. عمر بن الخطاب كان دايما يبكي خوفا من ان هو يسأل عن اي حاجة تخص مسلم من المسلمين في عهده. فعشان كده عرف لما جه اسلم عمر بن الخطاب عرف او لقب بالفاروق. ليه بالفاروق؟ لان باسلام عمر بن الخطاب ربنا فرق بيه بين الحق والباطل. احنا الاجابة بتتقال كده، ليه عمر بن الخطاب عرف باسم الفاروق؟ لان الله فرق باسلامه بين الحق والباطل. طب هو عمر بن الخطاب اسلم امتى؟ اسلم سنة 5 من البعثة، اسلم في السنة 5 من البعثة. هنيجي بقى نتكلم عن اهم انجازات عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب عمل انجازات كتير جدا او عمل اعمال كتير جدا لصالح الدولة الاسلامية. من ضمن الحاجات اللي عملها عمر بن الخطاب ان هو قسم الدولة الاسلامية الى ولايات. يعني ايه ولايات؟ الدولة الاسلامية كانت ممتدة، احنا قلنا كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية، وقلنا ان سيدنا ابو بكر الصديق
ارسل حملات للشام والعراق، فبدات الدوله تتسع. فراح جه عمر بن الخطاب قسمها الى ولايات، ولايات دي يعني ايه، دول كده، حط على كل دوله والي، حاكم. الحاكم ده بيحكم الدوله او بيحكم الولايه باسم الخليفه. هو لما يجي الخليفه يسال، يعني مثلا مصر، مصر هتبقى ولايه اسلاميه، فقعد عمر بن الخطاب. لما جه عمر بن الخطاب قسم الدوله لولايات، حط مثلا على مصر والي. لما يحب يحاسب الوالي او يحب يسال اي حد عن اي عمل بيتم في مصر، مش هيروح يسال الشعب، هيروح يسال الوالي. تعالى انت عملت ايه؟ الزراعه عندك قليله ليه؟ الناس بتشتكي ليه؟ وهكذا. يبقى اول حاجه عملها عمر بن الخطاب ان هو قسم الدوله الاسلاميه الى ولايات، ووضع على كل ولايه والي. رقم اتنين، انشا الدواوين. معنى كلمه ديوان اللي هي مفرد كلمه دواوين، الديوان ده كانت كلمه فارسيه معناها السجل او الدفتر. الديوان كلمه فارسيه معناها السجل او الدفتر. طب احنا انشانا الدواوين عشان نعمل بيها ايه؟ علشان ندل على مكان العمل زي الوزارات. الدواوين في عهد عمر بن الخطاب كانت كانها وزاره زي الوزارات اللي موجوده حاليا عندنا. زي ايه الدواوين اللي انشاها عمر بن الخطاب؟ زي ديوان بيت المال، دي كده ديوان او زي وزاره بتهتم بمصارف الدوله ومواردها، بتصرف ايه وبيجي لها فلوس من ايه. كان عندي ديوان تاني اسمه ديوان الجند، وده من اسمه بيتكلم عن الجنود وعن الجيش وتجهيزاته. كان عندي ديوان اسمه ديوان الخراج. ديوان الخراج دي كانت ديوان بيختص برضو بعض الامور الماليه اللي جايه من ضريبه الارض الزراعيه. يبقى الديوان كلمه فارسيه معناها السجل او الدفتر، وتستخدم للدلاله على مكان العمل كالوزارات. طيب عمر بن الخطاب انشا ايه تاني؟ انشا نظام اسمه نظام الحسبه. نظام الحسبه ده لما جه انشاه عمر بن الخطاب، انشاه بغرض الاشراف على الاسواق ومراقبه الموازين والمكاييل. كان المحتسب او الرجل اللي هو بينفذ نظام الحسبه ده او بيراقب الاسواق كان اسمه محتسب. كان بينزل الاسواق علشان يشرف عليها، يشرف على البياعين، يشرف على الناس اللي موجوده. كان بيراقب الموازين والمكاييل عشان ما حدش يلعب في الميزان، او ما حدش يعني يبقى الميزان مش مظبوط او يسرق في الميزان. وضع التقويم الهجري، التقويم اللي احنا بنكتبه لحد النهارده ده وبنستخدمه، 1442 1443 هجريا اللي وضعه كان سيدنا عمر بن الخطاب. شاف الوقت اللي هاجر فيه النبي عليه الصلاه والسلام من مكه الى المدينه كان امتى، واعتبر ان الهجره دي بدايه التقويم الهجري. عمر بن الخطاب مش بس عمل الحاجات دي في الدوله، لا ده كمل كمان الفتوحات الاسلاميه اللي كانت بدات في عهد سيدنا عمر ابو بكر الصديق. شاف ابو بكر الصديق بعت حملات او جيوش لفين، وكمل الفتوحات بتاعته عشان يوسع حدود الدوله الاسلاميه اكتر واكتر. طب عمر بن الخطاب افتتح دول ايه او ضم دول ايه في عهده؟ ضم العراق، فارس، الشام، مصر. الدول اللي افتتحها عمر بن الخطاب العراق، فارس، الشام، مصر. هنتكلم بقى دلوقتي عن فتح مصر. فتح مصر تم سنة 21 هجريا الموافق لسنة 641 ميلادية. طيب مين اللي أشار على عمر بن الخطاب ان هو يفتح مصر؟ اللي اشار عليه بالفتح مصر كان الوالي او القائد عمرو بن العاص. عمرو بن العاص قعد يقنع الخليفه عمر بن الخطاب ان احنا لازم نفتح مصر. طب ليه؟ قال له علشان نامن الفتوحات الاسلاميه اللي احنا عملناها في بلاد الشام. ما هو مصر كده احنا عملنا فتحنا بلاد الشام، وراها في روم. لو احنا ما خدناش مصر او احنا ما ضمناش مصر، ممكن قوة الروم ترجع تقوى مرة تانية وياخدوا مننا بلاد الشام تاني. احنا عشان نأمن الفتوحات بقى اللي احنا عملناها دي، احنا لازم نفتح مصر او نضم مصر. دي حاجة. السبب التاني اللي قعد عمرو بن العاص يقنع بيه عمرو بن الخطاب ان فتح مصر هيكون قوة للمسلمين وعونا لهم. فكروا بحديث كان الرسول عليه الصلاة والسلام قاله: انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا باهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة.
لما عمرو بن العاص فكر عمر بن الخطاب بهذا الحديث، ما قدرش عمر بن الخطاب ان هو يرفض ان احنا نفتح مصر، بالعكس قال ايه طيب تمام احنا هنفتح مصر، هنظبط بس ايه الجيوش اللي طلعت تعمل فتوحات، لما تخلص مهمتها نبدا نظبط جيش، هنبدا نحضر جيش علشان نروح نفتح بيه مصر. وفعلا ده اللي حصل. بعد المسلمين ما انتهوا من فتح فلسطين، راح عمر بن الخطاب اذن لعمرو بن العاص ان هو يروح ويفتح مصر. فراح عمرو بن العاص ما استناش، راح واخد الجيش بتاعه وراح وصل لحد منطقة العريش، هو جاي من ناحية الشرق. خلي بالك احنا قلنا هو خلص الجيوش، خلصت فتح فلسطين، وجاء الامر من عمر بن الخطاب ان احنا نفتح مصر، فالجيوش كده جاية من جهة الشرق. وصل جيش عمرو بن العاص للعريش، فتحها خلاص سيطر عليها. بعد كده دخل منطقة الفرمة او بورسعيد، فتحها برضو وسيطر عليها، بقت تحت سيطرته. وبعدين وصل لحصن بلبيس، لما وصل لحصن بلبيس نجح ان هو يفتحه هو كمان. في معركة شهيرة حصلت ما بين المسلمين والبيزنطيين اسمها معركة عين شمس، انتصر فيها المسلمين على البيزنطيين برغم ان كان عددنا قليل كده. تمام. دخل بعد كده، بعد معركة عين شمس، دخل على حصن جديد اسمه حصن بابليون، فضل محاصر الحصن ده فترة طويلة جدا، بس في الاخر نجح المسلمين ان هم يقتحموا الحصن، وانسحب منه البيزنطيين او الروم، وراحوا جروا لفين؟ جروا لعاصمه مصر في الوقت ده اللي هي كانت الاسكندريه. فراح عمرو بن العاص بعد ما سيطر على حصن بابليون، راح ورا الرومان او راح ورا البيزنطيين اسكندريه وحاصرها، وفضل محاصرها لحد ما نجح ان هو يفتحها ويطرد الروم منها او يطرد البيزنطيين منها. ومجرد ما دخل العاصمه خلاص بقت كل الدوله تحت سيطرته. فيجي سؤال يقول لي ايه؟ ما النتائج المترتبه على فتح عمرو بن العاص لمصر؟ هقول له: واحد، اصبحت مصر ولايه اسلاميه. اتنين، عمرو بن العاص بقى اول والي اسلامي على مصر، او اول والي عربي على مصر. يبقى نتيجه فتح مصر ان واحد، اصبحت مصر ولايه اسلاميه. اتنين، اصبح عمرو بن العاص اول والي على مصر. طيب خلاص عمرو بن العاص بقى والي على مصر وهو اللي بيدير شؤونها وقاعد فيها. طب ايه هي اهم الانجازات اللي عملها عمرو بن العاص؟ اول حاجه بنى مدينه جديده. كان دايما الجيوش الاسلاميه بيحبوا لما يخشوا مدن او يخشوا يعني يضموا دول ليهم، يعملوا مدن جديده يخلوها العاصمه تبقى بتاعتهم، مبنيه على الطراز الاسلامي وهم قاعدين فيها، دي العاصمه. فعمرو بن العاص عمل كده، عمل ايه؟ بنى مدينه اسمها مدينه الفسطاط. مدينه الفسطاط، الفسطاط كانت أول عاصمة إسلامية في أفريقيا. الفسطاط كانت أول عاصمة إسلامية في أفريقيا. يبقى أول حاجة عملها عمرو بن العاص إن هو بنى مدينة الفسطاط. رقم اتنين، أول حاجة بناها في المدينة الجديدة إن هو بنى مسجد باسمه، والمسجد ده موجود لحد دلوقتي معروف باسمه، مسجد عمرو بن العاص. اتنين، أو أنا آسفة، ثلاثة، بعد بناء مدينة الفسطاط وبناء المسجد، رقم ثلاثة، أعاد عمرو بن العاص حفر قناة قدماء المصريين. كان عندي قناة مائية اسمها قناة قدماء المصريين، دي كانت بتصل النيل بالبحر الأحمر. القناة دي كانت اتردمت في الفترة اللي دخل فيها عمرو بن العاص، فعمرو بن العاص أعاد حفرها مرة تانية. طب ليه؟ علشان يبقى فيه دايما اتصال ما بين مصر وما بين المدينة المنورة، يبقى في اتصال، مش مفصولين عن بعض، لا، في وسيلة اتصال ما بينهم. لو انا عايزة انقل بضائع من هنا او من هنا يبقى في وسيلة. يبقى القناة لما يجي يقول لي بمتفسر ليه عاد عمرو بن العاص حفر قناة القدماء المصريين، هقول لتأمين الاتصال بين مصر والمدينة ونقل البضائع. بس عمرو بن العاص لما اعاد حفر القناة دي ما سمهاش باسمها زي ما هي، لا، سماها خليج امير المؤمنين. يبقى قناة قدماء المصريين او خليج امير المؤمنين، انا بتكلم عن الاثنين حاجة واحدة، القناة اللي بتربط النيل بالبحر الاحمر. طب ليه عمرو بن العاص حفر القناة دي تاني؟ لتأمين الاتصال بين مصر والمدينة المنورة. طيب القناة دي موجودة لحد دلوقتي؟ لا، القناة دي بعد فترة اتردمت بفعل الرمال، الرمال او الرياح حركت الرمال فردمت القناة دي. عمرو بن العاص انشأ مقياس على النيل. ليه مقياس على النيل؟ المقياس ده كان مهمته ان هو بيقيس كمية المية،
هل السنة دي كان في جفاف، ما كانش في مية كتيرة فالناس ما قدرتش ان هي تزرع، ولا السنة دي لا كان في فيضان؟ طب لو في فيضان كده الأراضي هتغرق، كده المحصول باظ. لا، منسوب المية السنة دي كويس، كده الناس زمانها زرعت وحصدت والدنيا تمام. طب هو عايز يعرف كل ده ليه؟ عشان يقدر يحدد مقدار الضرائب. ما انا لو عندي فيضان او جفاف مش هيبقى عندي محصول زراعي، طب الناس هتدفع الضرائب منين؟ ما اشتغلوش، ما كسبوش حاجه، هيدفعوا ضرائب منين؟ مش هيعرفوا يدفعوا الضرائب. انما لما يقيس مقياس الميه هيقدر يحدد بكل عدل مقدار الضرائب اللي هيفرضها على الناس. حاجه تانية من اهم انجازات عمرو بن العاص وتحسب له، ان هو ما اجبرش المسيحيين اللي موجودين في مصر ان هم يدخلوا في الاسلام. بالعكس، عمرو بن العاص ترك للمسيحيين حريه العقيده. والله انت عايز تفضل على دينك المسيحي تمام، والله انت حابب تدخل في الدين الاسلامي اهلا وسهلا. طب انا مش عايز ادخل في الدين الاسلامي، عايز افضل على الدين المسيحي. حافظ عمرو بن العاص للمسيحيين على الكنائس بتاعتهم، على اديرتهم، ومش بس كده، ده امن الرهبان كمان على حياتهم. تعهد ان محدش هيقرب من الكنائس، ولا حد هيقرب من الأديرة، ولا حد هيسيء حتى معاملة الرهبان، بالعكس ده أمنهم على حياتهم. زي ما اتكلمنا من شوية إن عمرو بن العاص أنشأ مقياس على النيل عشان يحدد الضرائب. عمرو بن العاص اهتم جدا بالزراعة، وكان بيحاول على قد ما يقدر إن هو يخفف الضرائب المفروضة على المصريين. طيب، إحنا قلنا إن عمرو بن العاص أنشأ مقياس على النيل عشان يخفف الضرائب. يعني إيه ضرائب؟ الضرائب بيبقى مقدار من المال مفروض على المواطنين عشان تتمكن الدولة من القيام بوظائفها. يعني ايه؟ يعني مثلا انت مفروض عليك جزء من المال، الجزء ده الدولة بتاخده علشان تمهد الطرق، تعمل جسور، تعمل كباري، تعمل قنوات او ترع ري وهكذا. يبقى الضرائب هو مقدار من المال مفروض على المواطنين عشان تتمكن الدولة من القيام بوظائفها. احنا قلنا ان عمرو بن العاص كان والي على مصر. طب يعني ايه ولاية؟ الولاية هي سلطة تخول لشخص يباشر من خلالها ادارة امور البلاد. سلطة تخول لشخص يباشر من خلالها ادارة امور البلاد. تخول لشخص زي سلطة تعطى لشخص. انا بجيب شخص بديله سلطة يقدر من خلالها ان هو يدير شؤون البلاد. زي كده المحافظين الموجودين في المحافظات. المحافظين دول عندهم سلطة جاية مثلا من رئيس الوزراء او من الرئيس بتاع الدولة ان هما يبشروا ادارة محافظتهم. هي دي معنى كلمة ولاية. دي كانت اهم الانجازات اللي حصلت في عهد عمر بن الخطاب في مصر، ولا عمر بن الخطاب لما كان والي، واهم الانجازات اللي حصلت من الوالي عمر بن العاص لما كان بيتولى ولاية مصر. نتقابل إن شاء الله في دروس تانية. سلام عليكم.